السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك يا ورحمة كابتن الله. حسين؟ يا رب تكون بخير وسعادة. انا دلوقتي عاوزين نستفسر عن الأكاديمية بتاعت حضرتك، شومان أكاديمي، ونعرف شوية حاجات كده عنها، عن نستفسر عن مثلا المهارات بتاعت لعبة كرة السلة، كم مهارة وبتحتاج وقت قد ايه عشان اتعلم المهارة الواحدة، وعاوزين نعرف هل بيبقى فيه مان تو مان بين اللعيبة وبعضيها، ولا 2 ضد 2 كده يعني. بنعرف عاوزين نعرف حاجات كده نتكلم عنها بإفاضة يعني. والله بسم الله الرحمن الرحيم. والله الأكاديمية عندنا يعني الحمد لله، بالنسبة للموضوع الأخير اللي حضرتك طرحته اللي هو 1 على 1 أو 2 على 2 أو 3 على 3 حتى أو 5 على 5، ممنوع عندي في التدريب إن أنا أعمل مباريات، لأن أنا بخاف على الإصابة للاعبين. إحنا عاوزين اللاعب يدخل لنا سليم فيخرج بعدنا متعلم وسليم كمان، يوصل للمدرب بتاعه سواء بيلعب في المنتخب سواء بيلعب في نادي، ما يكونش فيه أي إصابات للاعبين، تمام. وده اللي أنا بحرص عليه. وبالنسبة يعني 1 على 1 تتعلم الاحتكاك وكده، أو 2 على 2 أو 3 على 3 نفسها، بس أنا عندي زي ما حضرتك ذكرت الموضوع الأولاني بالنسبة للمهارات التعليمية وعددها، أنا عندي مثلا 80 نوع مهارة تعليمية، فإن أنا أدي للاعب 80 نوع مهارة تعليمية أعلمها له في مجال الباسكت، أنا ممكن أخلي الاحتكاك بمدرب أو 2 مدربين بالأدوات بتاعتنا، في مصدات سفنجية، في كور طبية كبيرة، في سبول، في كذا نوع، ان انا اقدر اخلي الاحتكاك مع اللاعب بادوات سيفتي شوية، بدل ما يكون الاحتكاك مع اللاعب من لاعب تاني خصم سواء في نادي تاني او معاه في نفس الفريق حتى، ويجيب له اصابة. يعني انا بخاف على اللعيبة، دي اكتر حاجة اخاف على اللعيبة منها هي الاصابات. فانا معروف عني الحمد لله بقالي اكتر من سنه الحمد لله الاكاديميه ما بتعملش جيم نهائيا، ما فيش حاجه اسمها 5 على 5 ولا 2 على 2 ولا 3 على 3 ولا 1 على 1، ما فيش عندي الكلام دوت. الحمد لله ان احنا عاوزين فعلا اللعيبه تيجي تستفاد بس على الاجهزه دوت اللي هو موجود عندنا الحمد لله، لان الاجهزه اللي عندنا مش موجوده عند اللاعب في النادي، ف هو جاي عشان الاجهزه رقم واحد. ايوه يا كابتن بالظبط، اشرح لي بس الاجهزه اللي عندك ايه، عباره عن ايه يعني، احنا عندنا كام جهاز مع حضرتك تشتغل، وطبيعه الشغل عليهم ايه يعني. هو بسم الله الرحمن الرحيم، الجهاز الشوتينج الحمد لله ده اول جهاز بالتصميم احنا عملناه، في اول جهاز في العالم يعني بالتصميم الاخطبوطي اللي احنا عملناه، نازل على 5 اتجاهات. الجهاز يقدر يشغل 10 لعيبة 12 لاعب في وقت واحد؟ في وقت واحد، ما شاء الله ما شاء الله. يعني اقدر ان انا اشغل 10 لعيبة، كل 2 على راك مثلا، كل 2 على راك، هو عندنا 5 راكات كل 2 على راك. الشوطة ما بتاخدش اكتر من ثانية مع اللاعب، فيعتبر ال 10 لعيبه يشوطوا في 10 ثواني. فلما جينا الحمد لله عملنا اختبار على فرقه بنات نادي النصر، الحمد لله شاطوا البنات، 10 بنات شاطوا 10 شوطات عملوهم في 8 ثواني، فتعتبر دوت يعني ريكورد كويس الحمد لله. حتى بنستعد ان شاء الله ندخل بيه موسوعه جينيس العالميه لاول جهاز بالتصميم دوت يخلي 10 لاعبات شوط و10 تصويبات في 8 ثواني، والكور تاني بترجع لهم، فحاجة كويسة الحمد لله. ده بالنسبة لجهاز الشوتينج، ويعني الحد الأقصى ليه 12 لاعب أقدر أدخله كمان على الجهاز. ما شاء الله ما شاء بالنسبة الله. للجهاز الباسنج فكرته بسيطة، يعني هو ترامبولين وكاوتش وعملناها، ونقدر نحركها نخليه جهاز باسنج متحرك، ونقدر نخليه جهاز باسنج ثابت، و
وده بيفيدني قوي للاعبين ان هو دقه التمرير، الباص في وضع الحركه، الباص في الثبات، الباص سواء تحت ضغط فردي سواء صدري، بنقدر نعدل الجهاز ونشتغل عليه. جميل. وبيفيد اللاعب في ارتداد الكره في الكاتش بتاعها، يعني قوه الباصه بتاعتك ترجع لك قوه الكره، فانت الكاتش بتاعك على حسب الباصه بتاعتك، فانت اتعلمت كمان الكاتش ان انت تستلم الكره، استلام الكره كويس، انت تمرير واستلام. ايوه. والحمد لله في دريلات عندنا على الموقع بتاعنا على اليوتيوب، قناه اسمها شومان اكاديمي، يعني الحمد لله عليها كل الشغل دوت، والفيديوهات بتاعتها توصل لاكتر من 300 فيديو الحمد لله. بالنسبه لجهاز الديمان الشخص المتحرك، الديمان يعني الحمد لله، انا كنت عارف ان في الشواخص المتحرك الشواخص الثابته في امريكا، واشتغلت عليها في الكويت واشتغلت عليها في البحرين، فكانت بتتكسر قدام عينيا، يعني في معايا في الملعب اي كوره بتخبط فيها بتتكسر يعني. فانا فكرت ان انا اعمل شخص متين شويه، حاجه كويسه، وفي نفس الوقت بدل ما هو يكون ثابت لا بيتحرك على اللعيبه، ان انت تزق الشخص فيتحرك على اللعيبه، فاحسن طبعا من القمع. الاستفاده بتاعته ليه استفادات كتيره قوي، ان اقدر ان انا احرك شخص زي دوت جسم كامل كانه المدافع على اللاعب، واللاعب دايما يبقى رافع عينيه لان في حاجه جايه قصاده. ايوه بالظبط بالظبط. مش هيقدر يبص للارض، لا اللاعب هيبص قدامه. صح صح. دوت ان احنا عاوزين نعود اللعيبه ان احنا تبقى رافع عينيها. رافع راسها لفوق. اسلوب تدريبات يعني كنا بنتابعها زمان، ان انت تعد لهم ارقام ان هم يبصوا على ايديك ارقام او الوان. ايوه. فالحمد لله دلوقتي لا بقى في شخص بيتحرك عليك على عجله كده يتحرك ويمشي. ايوه. فانت تلاقي شخص يتحرك عليك ففي مدافع جاي يخش. أيوة. فانت لازم تعدي السبيد السكيلز وتشينج دايركشن بتاعك يكون رد فعلك سريع معاها. ايوه. فدوت بالنسبه للشخص المدافع الحمد لله يعني. جميل جميل. يعني دولت تعتبر ثلاث اهم اجهزه. أيوه. والجهاز الرابع احنا عاملينه جهاز الشوتينج اللي هو الحلقه من غير بورد، وده مهم عشان دقه التصويب. أيوه. يعني انت دايما بتعتمد على البورد ورا الحلقه، وبتعتمد على المسافات، يعني حدود الخط الثلاثيه. أيوه. او خط الفاول شوت. لا احنا عندنا الجهاز بنحطه في اي مكان بحيث ان انت ما تعتمدش على اي خطوط، فتبقى عندك السنس بتاع الاحساس بتاع الشوطه، انت تقيم التصويبه بتاعتك محتاجه قوه قد ايه. ايوه خلاص. وطبعا ما وراهاش بورد، فانت بتعتمد ان انت تعلي الكيرف عشان الكوره تنزل على حلق بس. أيوه. فالحمد لله الجهاز دوت يعني برضو مفيد جدا للعيبه، وتيجي تتمرن عليه عندنا عشان دقه التصويب. فيعتبر الحمد لله اربع اجهزه عملناهم بخلاف اجهزه تانية برضو، بس دولت الاجهزه المعتمد عليها في الاكاديميه رئيسيا يعني بنسبه كبيره. شكرا كابتن حسين، كان لقاء شيق معاك واحنا استفدنا وان شاء الله في تقدم وازدهار تملي ان شاء الله يا كابتن، ومتشكرين جدا جدا. شكرا. وان شاء الله ربنا يسر الحال ان شاء الله. تحياتي لكم.